إذن خلاصة الكلام، أنا أولا لست معتمدا لأي مرجعية، خصوصا مرجعية السيد السيستاني، لست معتمدا من معتمديها، ولم أكن يوما معتمدا من معتمدي السيد السيستاني. وثانيا، أنا ما قلت بأن السيد الصدر ليس مجتهدا، وإنما عندما سئلت من الذي شهد له بالاجتهاد قلت إنني سمعت سيد حسين بحر العلوم شهد له بالاجتهاد. لو كنت سمعت غير سيد حسين لقلت سمعت. أما يجي شخص يقول والله أكو غيره شهد، إيه شهد، أنا ما سمعته، إذا أنا ما سمعته بعد أنا ما لي علاقة. أنت الذي سمعت أنه شهد اشهد. وعندما أقول أنه فلان شهد له فلان فقط، مو معناته أنه يعني غيره شهد، بالعكس، لا، غيره أساسا ما سئل، ولا كان هذا الموضوع محلا كما يقال للبحث، حتى يقال أنه هل قال فيه فلان أو قال أساسا. لا يوجد مثل هذا الموضوع المطروح على بساط البحث حتى يقول فيه كل مثلا بقوله. فهذه هي الخلاصة، أنا لست معتمدا للسيد السيستاني، ولم أقل يوما بأن السيد الصدر لم يكن مجتهدا، بل شهدت بأن السيد حسين بحر العلوم شهد باجتهاده، وشهدت أيضا شهادة أخرى بأن السيد حسين كان يقول بأعلمية السيد السيستاني، وكان يريد أن يكتب ذلك، وقد منعه أحد المشايخ الموجودين المعروفين في الحوزة، لأنه قال له بأن هذه القضية إذا كتبت في ورقة تفتح علينا باب، لسنا بحاجة إلى فتح الباب على أنفسنا بسبب ورقة نكتبها في هذه القضية. قل هذا الكلام لفظا ولكن لا تكتبه، لأنه فرق، هناك فرق واضح بين أن يكون الشيء مكتوبا وبين أن يكون الشيء عفوا